أمين، أبدأ معك دكتور إذا سمحت لي، كان لك تعليق على كلام الدكتور شاهر النهاري، كان يتحدث عن الجهود الصحية وعن تجاربه الخاصة هناك، تفضل. صحيح صحيح. الحقيقة أنه أجاد يعني في وصف الخدمات الصحية التي تقدم للحجيج، ولكن شوف يا أخي فرح، الحقيقة إذا أردنا نتكلم عن هذا الجانب فقط يعني نحتاج إلى وقت طويل جدا جدا، ولكن يعني من الأشياء التي لا يمكن أن يتخيلها الإنسان العادي الذي لا يعمل في المجال الطبي. أوكي، خلينا نتحدث بس عن التطور الأخير الذي يحدث الآن. عندنا مستشفى صحة الافتراضي، هل تعرف أخ مفرح ويعرف الجميع أن مستشفى صحة الافتراضي هذا يستطيع 2 مليون حاج أن يتواصلوا معه من أجل الاستفسار عن أي معلومة، أي إرشاد، أي توجيه صحي؟ هذا المستشفى أيضا مرتبط بشبكة الخدمات الصحية الموجودة في المشاعر المقدسة. نقطة أخرى أخي مفرح، أيضا تفويج الحجاج الغير قادرين المصابين بوعكات صحية خطيرة من المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة. يعني شاهدنا الكلام هذا بالأمس، لكن العامل في المجال الصحي أو العامل في مجال الطب يعرف مدى صعوبة هذا العمل. أنت الإسعافات عبارة عن غرف عناية مركزة بكل تجهيزاتها، يعني أن تنتقل بهؤلاء الحجاج الذين يعانون من أمراض حرجة إلى المشاعر المقدسة مع توفير كافة خدمات العناية المركزة في قافلة طويلة إلى أن يصلوا، ترى هذا عمل يعني تقنيا عمل في غاية الصعوبة، ولكنه يتم كل عام بنجاح. النقطة الثالثة يا أخي مفرح، قد لا يعلم الكثير يعني أن هناك بعض الحجاج يأتون من الخارج ولديهم أمراض مستعصية، أمراض مزمنة في القلب أو غيره، يأتون للحج وفي دواخلهم أمنيات أن يحظوا بعناية صحية في المشاعر. مثل ماذا؟ هل تعرف أن هناك عمليات جراحات قلب مفتوح تتم في مستشفيات المشاعر المقدسة؟ أنت لما تتكلم عن عملية قلب مفتوح، هذه تتم في مستشفيات بتجهيزات مسبقة كبيرة وتقنيات عالية جدا. هذه كلها أصبحت متوفرة الآن في خدمات الصحة المتوفرة للحجيج. تتكلم عن وحدات غسيل كلى متنقلة، ترى هذه أحدث يعني ما يتم في الطب. الذي يتم في المشاعر من الناحية الصحية كما غيره من الخدمات هو أحدث ما وصلت إليه التقنيات في العالم.